السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننقلكم شغل اليوم كملنا والحمد لله. راح أرويكم شلون قاعد يشتغل المرشات على هاي الباريات. وذن سوينا تشينكو هذا حوض الهين، وذاك تانكي يدبي مي. هذا الشغل اللي يريد يسوي هيك لازم يتعب على روحه. مو طبيعي شلال، شايف الشلال؟ الهواء البارد اللي بيه مو طبيعي. راح خلينا نستغنى عن الصيف بعد ماكو صيف. على هالبرود اللي قاعد اطوب هسه المحمية مو طبيعي، لان انا حطيت هاي صاحبات لما تسحب وطني مولدة. شو ما يشوف ده عندي والله تصوير. راح نصوركم من جوا هاي الشينكو اللي قلت لكم عليها حطيتها من جوا. هذا الماي مروده مو طبيعيه يعني. هذا المطار غطاس والهواء الحلو يا طبيعي. انا راويكم من جوا المحمية شلون ترتيب. بس نكمل شلون من داخل المحمية. شوف الجو شلون مو طبيعي، طيور مرتاحة، لا هلكانة ولا هاي. هذا الخضرة شوفوا، زرعت تكملت من عدة زرعت هنا، زرعت بهذا الشبك طلع استوى جديد.
استفاد من عند الطيور. شوف الطيور شلون، هذا الكناري ما له ساعة بيش هسه، ساعة تقريبا وحدة وشوية، وحدة وربع. الطيور مرتاحة هنا، الجو بارد. هذا البلبل شوفوا، يعني مهما الطيور مرتاحة ما شاء الله. وهذا الشغل شوفوا، المرشات جاي يدير، الجو بارد. الحمد لله على كل حال، مسكنا الطيور من الجو البارد يعني مو طبيعي. يقدر كل واحد يسوي تشد مثلا تيار هواء من هالجهة، إذا طفت الوطني مولده مراوح يظل يشتغلن والمرشة الموتور قوي، يعني نضل بس على المولده بس المراوح ذني يشتغلن، وهو نقعان أكيد وراح ينقع ما يظل ساعة بعد ما ينشف. نظر حلو مرتب، خمس ساحبات حاطين، هذا القطن للطيور تاخذ من عده، حاطين القفص. هذا تنظيف الشلال، اليوم العصر نبلش بيه تنظيف. الهواء البارد يعني مو طبيعي. هذا تصويرنا على مود تشوفون هذا الشغل مال المرشات المحمية. شوفوا انا عكست سويته مثل حوض التشينكو الهن على مود الباريات ما يطشر المي منا ومنا. سبحان المي شلون يجري قوي. هاي الظهر
تهود الطيور هنا مرتاحه. اللي يحب يسوي مثل هذا الترتيب يعطي تفاصيل كيف يسوي، كيف تجي الفكرة. صندة من هاي الروطات مال مي زرفتن بالدراية، ما حصلت من هذا المرش لأن ذاك صونته خفيفة، ما أعرف إيش كان صونته خفيفة ما شفتها أنا، بس قالوا عليها صوندتها خفيفة. جبت هاي الروطة وزرفتها زرقاء خضراء من الزرقاء، زرفتها وشديت لها مطر. الحمد لله هسه الجو الحمد لله حلو، وهذا التمر حاطيه على مود الدود لا يصعد له تاكل من عنده طيور. هذا مشكل بالسين اللي فوق على مود لا تاكل من عنده الدود يصعد له، ثم نحطه بالقاع يصعد له الدود. اخليه هنا احسن. والله كريم يا الله، الحمد لله، الشكر لرب العالمين.